وانا اللي بعمل الديكور وهو بطبع عبقريته كمونتير بقى بيجي على انا عبده يصور نصور الدنيا. واحنا بقى في كل ده حصل امتحان انا بقى كل ده عايز امثل. ايوه عايز امثل. فايه قبليها بقى حصل امتحان المذيعين في التلفزيون. فانا تقدمت الامتحان والدكتور انور رستم الله يرحمه ومنير التوني ونجحت مع الراحل الكريم محمد رجائي والاستاذ وائل عبد المجيد رحمه الله عليهم اجمعين. نجحت معاهم كمذيع واتدربت تدريب قاسي جدا كمذيع مع الاستاذ صلاح زكي ومع مدام همت مصطفى ومع مدام سميره كلان. كان في برنامج اسمه نادي الشباب. نادي الشباب كان بتقدمه الاعلاميه الكبيره الراحله اماني ناشد. ياخد بالك؟ ف انا ما اعرفش انا مدرب كله حتى رجائي ما زعش قبلي يعني. اللي بقى نائب رئيس تلفزيون كان مثالي. وائل مسك التلفزيون واذاعه اسكندريه كمان يعني. فلقيت مدام سميره بتقول لي انت هتعمل سميره الكيلاني هتعمل نادي الشباب مع حسين كمال. وحسين كمال كنا ايه؟ صغيرين مع بعض. المخرج الكبير العربي فوق الشجره والبوسطجي وبتاع. اذاعت برامج الشباب ومن نوادر في بقى ان انا كنت بلبس كلاسيك بدل وحاجات كده وحسين كمال كل حاجه لازم يتدخل فيها. حضرتك بتقلده دلوقتي يعني حضرتك وانت بتقول كل حاجه بيتدخل فيها بتقولها بطريقته. ايوه هو بقى يعني احنا حبينا بعض وان كنا ما اشتغلناش مع بعض الا مسرحيه ثور القاريه. فحسين كمال انا بلبس بدل بقى لازم تلبس طباجيه بدل مرتباتنا انا والعلايني كان خريج جامعه بيتعين ب 14 واحنا بقى عشان التلفزيون كنا بناخد 19 تاخد بالك. ف قال لي انا جاي من باريس دولاب بلوفرات كل اسبوع حسين مصر ما لبسش بدله ابدا. يجيب لي البلوفر معاه ويروح تحت بطنه ويروح يعني. هو عايز يحافظ على الجو الشبابي او الشكل الشبابي. ايوه مش عايز البس كرافات وبتاع وحاجات كده لا عايز ابقى شباب كده على طول بلوفرات وحاجات كده يعني. اشتغلت بقى مذيع وانا قعدت سنه مذيع. سنه اقدم برامج الشباب. وبعدين فكرنا او فكر احمد توفيق المخرج الكبير زميلي وعزت العلي وانا في ان احنا كنا حوالي 15 واحد خليجي مساعدين اخراج خليجي مع التمثيل. 15 واحد. فقلنا نعمل فرقه مسرحيه داخل التلفزيون. الله. ونعمل مسرحيات ونصورها وتذاع في التلفزيون.